هؤلاء هم أطباء وممرضو مستشفى سعد خالد بمعسكر، وقد اجتمعوا في استراحة محارب عقب مغادرة آخر مصابين بكورونا سريريهما. فبعد أشهر من حرب ضد الفيروس، ها هو الأمل يحذوهم من جديد، علّه آخر العهد مع هذا الوباء اللعين. الفيروس هذا رانا نعرفوه، نعرفوا كي نتعاملوا معه، وان شاء الله نتمنوا ان شاء الله تكون هذه النهايه تاعه. الحمد لله اليوم نسجل صفر حاله في عندنا هنا في المستشفى يسعد خالد اللي كان لو سونتر دو ريفيرونس تاع لو كوفيد. الحمد لله فتنا على شحال من مرحله، كما نترحموا على الشهداء هذه الجائحه، منهم اللي كانوا يخدموا معنا وفي كاع القطر الوطني. وقد تضافرت جهود أعوان النظافة والأمن والسائقين مع الأطباء والممرضين في حربهم على كورونا. كنا نقول مرضى ونقلنا الموتى وأدينا حالات صعبة 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 جدا، والآن الحمد لله تم الانتهاء من إشفاء كل المرضى على مستوى مستشفى يسعد خالد بمعسكر باعتباره المستشفى المرجعي بالولاية. بالمناسبة نشكر الطاقم الطبي شبه الطبي الإداري وكل عمال مستشفى يسعد خالد على المجهودات المبذولة، ونترحم على كل الموتى. مستشفى يسعد خالد بمعسكر خال من المصابين بكورونا، لكن يبقى الحذر مطلوب والوقاية واجبة.